اعمل ايه لو صاحبتي بتغير عليا جدا، ولو كلمت حد وسبتها تزعل؟ بص يا ولاد، الحب غير الغيره، الغيره مرض، الغيره معناها مش حب، حب امتلاك. خلي بالكم، الحب معناه انا بحب ابونا قوي، ببقى فرحان قوي ان ابونا بيعمل حاجات، وببقى سعيد جدا ان الناس بتحب ابونا، وببقى فرحان قوي انه مشغول عني بدل بحبه. انما انا لو عاوز امتلكه، لو بحب اتملكه، هبقى مش عاوز ابونا يبقى معايا على طول وما يتكلمش مع حد غيري. ده مش حب، ده دي قمه الانانيه، لاني انا عاوزه بتاعي انا بس. الحب الحقيقي يدي حرية للي قصاده. فالغيرة مش حب، حب ناقص، حب مزيف. احنا مش بنقول كده عشان تروحي لصاحبتك تقولي لها طلع حبك مزيف، لا، انت بس فهمي الحكاية على نفسك عشان انت ما تغيريش وتأيدي صاحبتك. حبي صاحبتك، لكن لو حابة هي تنطلق مع اصحاب تانيين وماله، هي حر، ما تأيديهاش وما تخنقيهاش، لأن الحب فيه نوع من الحرية واحترام حرية الآخر.